جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماتت أخت لي أحبها كثيرا وأتمنى أن ألتقي بها في الجنة، فهل إذا التقينا يعرف بعضنا بعضا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أهل الجنة يعرف بعضهم بعضا، خصوصا الأقارب على الله تعالى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، على سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يتعارف المؤمنون في الجنة والأقارب ويتحابون فيما بينهم إخوانا على سور متقابلين.